أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة بنغازي من قبضة الإرهابيين، وذلك بعد تحرير آخر معقل المجموعات المسلحة في منطقة الصبري شمالي مدينة بنغازي. بعد كفاح متواصل مع الإرهاب دام 3 سنوات، بنغازي حرة. هكذا أعلنها الجيش الليبي. فبنغازي ستبدأ عهدا جديدا من الأمن والسلام بعد أن أعلنت بشرى تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي تحريرا كاملا. المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي زف الخبر في خطاب موجه إلى الشعب ليعلن انتصار الجيش في معركة الكرامة ضد الإرهاب. تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص. خطاب حفتر جاء بعد ساعات من إعلان الجيش انتهاء العمليات العسكرية في حي سوق الحوت وإحراز تقدم في حي الصابري بعد حصار الإرهابيين هناك. أول المهنئين بتحرير بنغازي كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، داعيا الليبيين إلى دعم قوات المسلحة لتحرير كافة التراب الليبي من الإرهاب والفوضى حتى تقوم دولة المؤسسة والقانون. وتعود معارك تحرير بنغازي من الإرهابيين إلى العام 2014 عندما أطلق المشير خليفة حفتر عملية كرامة ليبيا، معلنا الحرب بلا هواده ضد ما يعرف بمجلس ثوار بنغازي، وهو تحالف لمجموعات إرهابية بينها تنظيم داعش وأنصار الشريعة. عملية الكرامة كانت الشرارة التي أطلقت عدة عمليات. فعلى الصعيد الميداني حققت عملية كرامة ليبيا العديد من الانتصارات المهمة على الجماعات المسلحة، حيث تمت السيطرة على مطار بنينة وميناء بنغازي، فضلا عن بسط السيطرة الكاملة على موانئ الهلال النفطي في مارس من عام 2017، ليأتي يوم الحسم ويعلن حفتر تحرير بنغازي كاملة من التنظيمات الإرهابية.